بحبه قبل ما أتجوزه وتجوزته عن حب. حالياً هو مش جوزي، هو حبيبي وصاحبي وكل إشي بحياتي. أنا بشوف إزاي هو معبي عيني وراسي. شخص فلسطيني عانى الويلات مع الاحتلال الإسرائيلي للغزة، استكن قطاع غزة حي الشجاعية، حي الأبطال. المجمل اللي اعتقلت بقى تقريبا 10 سنوات، وتم الحكم علي بتسع مؤبدات و70 سنه، ما يعادل 900 سنه. انا لما سمينا ابوي حربي بعد حرب ال 67، كل ما يقولوا لي هات البطاقه تبعتك يشوف الجيش الاسرائيلي اكل قتله، انضرب عشان اسمي حربي. الاصابه طبعا احنا في بدايه الحرب الاباده الموجوده حاليا كنا في غزه في 31/12/23، دخلت الشقة يمكن بعد 3 دقائق تفاجأنا بأنه 3 صواريخ تضرب علينا، وإحنا الحمد لله طلعت أنا أقل الخسائر بعتبر حالي بأنه بتر بجرية، والحمد لله رب العالمين. أول حاجة أقول لك شكرت الله، شكرت ربنا لأنها جت فيها ما جتش في أولادي. هو قبل ما يقطع إجره اتصل علي قال لي إذا صار البتر حتضلك معي حتتركيني؟ قلت له مستحيل أتركك، أنت كل حياتي، أنا فخورة فيك، تاريخه مشرف كل العالم، فما بالك مرته؟ هذا إشي عظيم إلي إنه ربنا أكرمني بهيك زلمه. صراحة لما جت لي وبلغوني إنه أنا ضمن كشف مكرمة خادم الحرمين ما تصدق إنه قديش انهمرت بالدموع، ما تصدق قديش عيطت، سجدت لربنا، شكرته على كل لحظة إنه أنا عانيت فيها بجد. هذا الشيء أنا ما كنت أعلم فيه. كنت أتمنى ولكن عاجز عن الطلب من ربي، أقسم بالله كنت عاجز أن أطلب من ربنا أنه يكرمني بحجة أنا وزوجتي، ولكن الله كان أكبر ومكافأته لي أكبر بكثير. كان ما صدقت، ما أنا ما يعني فعلا إحنا بالحلم ما بنحلم، يعني شو بتحلم تحط سقف صعب علينا، لغزة صعبة، لظروف لتكاليف صعبة كثير. بعد العمرة بتصير عمري بعد العمرة، بعد ما تعمل عمرة بتصير عمري، وبعد الحج بتصير قمري، والله أكرمها بعمرة وحجة الحمد لله، والله ملكية صحبتك ما الله ما أحلى كرم ربنا.